النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. في بعض الروايات هنا ذكر النووي رحمه الله بقوله الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه البخاري ومسلم. في بعض الروايات ذكرها ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: الدين النصيحة، قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقوله الدين النصيحة مبتدأ وخبر، لأنه دي جملة اسمية. الدين مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر، النصيحة خبر مبتدأ وهو أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضم. قال العلماء: فإذا جاء المبتدأ معرفا وكذلك الخبر دل على الحصر، يعني أنه حصر الدين في شنو؟ في النصيحة. قال: الدين النصيحة. وهنا النصيحة معرفة بالألف واللام، كقوله الحج عرفة، عرفة معرفة لأنها اسم مفرد، مع أنه ما قال الحج العرفة، لا، لأنه هنا عرفت بالألف واللام النصيحة، وهناك عرفت لأنها اسم مفرد لمكان معين معرف مش مطلق زي الحج عرفة، فدل على أن وذكر الحج عرفة وأراد الوقوف عرفة. فقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة دل على أهمية النصيحة وأنها من لب الدين، كما أن الوقوف بعرفة من لب الحج، وأن هناك أركانا غير الوقوف بعرفة، لكن من أهم أركان الحج الوقوف بعرفة. في أركان ثانية الإحرام معروف، أربع أركان: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي بين الصفا والمروة، بعد ذلك من أهمها الوقوف بعرفة. وهنا في أشياء في الدين غير النصيحة، لكن النصيحة مهمة جدا. شاكي ابن باز عنده شريط اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سألوا فيه مجموعة من أسئلة، في النهاية قال له: الكتب اللي بتنصح بقراءتها، قال: بلوغ المرام، وذكر قال أعظم كتاب القرآن، وذكر مجموعة من الكتب، كتاب التوحيد، وذكر رياض الصالحين. لكن في المحاضرة دي اللي اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال وقال بعض العلماء: لو كان للإسلام ركن سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مهم جدا. شكي الأمة دي، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين سبب خيريتها من الأسباب، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عشان كده أخير الناس هم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. ده الناس الله بيرحمهم، شفت زول بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر وصادق مع الله سبحانه وتعالى مخلص وهو على منهج قويم صحيح يدعو إلى التوحيد. قال ابن باز: وأعظم معروف التوحيد، وأعظم منكر الشرك بالله تعالى. ده إن مات تترحم عليه وما تخاف على كثير، ده إن شاء الله الله بيرحمه. والدليل قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. لأن الله بيرحمهم. في بعض الآيات قال: ويطيعون الله ورسوله، وفي بعضها لم يذكر هذه الجملة، لكن في هذه الآية قال: أولئك سيرحمهم الله، سيرحمهم الله. طيب، الدين النصيحة، قلنا لمن؟
لمن هذه النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه البخاري ومسلم. كيف تكون النصيحة لله تعالى؟ تكون النصيحة لله تعالى بإخلاص العمل له وبإخلاص العبادة له، لأن النصيحة من النصح وهو التصفية. نصحت العسل أي صفيته. وأحيانا تأتي بمعنى الترقيع، نصحت الثوب أي رقعته مما فيه من الخلل. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة خالصة صادقة لله تعالى. فالنصيحة لله بإخلاص العمل لله وبالقيام بأوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. أن تعظم الله وأن تخلص له العمل وأن تقوم بأوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تقف عند حدوده، كذلك نصحت لله سبحانه وتعالى. النصيحة لكتابه تكون بأمور: بأن تقرأ هذا الكتاب، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخره، حديث معروف في سنن الترمذي صححه الألباني من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. 2، أن تتدبر هذا الكتاب: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 3، أن تعمل بما في هذا الكتاب. قرآن ذا تعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال ينادى يوم القيامة، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث في صحيح مسلم وذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في فضل القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن. هذا نص الحديث، يؤتى يوم القيامة بالقرآن. أنت عارف الذنوب بتنسي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله يتجاوز عنا. قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. ده نص الحديث. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، والشاهد وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. كذلك من النصيحة لكتاب الله تعالى أن تستشفي بهذا القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. جاءك مرض تدعو الله بالشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إلى آخره. تدعو الله يشفيك أول شيء، ويكون عندك يقين إنه الله قادر يشفيك، وتدعوه بصدق إنه يشفيك، مش مسألة بتاعت شكك. بعد ذاك ترقي نفسك. ابن القيم قال: شفاء لأمراض ولأدواء الأبدان والقلوب، ما للسحر والعين والمسبس. قال: حتى أمراض الأبدان بيدخل فيها شنو؟ شفاء. جاءك نزلة ملاريا غير، تقرأ قرآن. بعد ذاك تاني شنو؟ تتخذ الوسائل الأخرى من الأكل والشرب ومن الابتعاد عن أسباب الأمراض ومن الذهاب إلى الأطباء إلى آخره. طيب، كذلك من النصح لكتاب الله تعالى تحكيم هذا الكتاب، تحكيم هذا الكتاب، أن تحكم كتاب الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بآية من القرآن. والمقصود بالكافرين هنا
كفر أصغر وليس المقصود الكفر الأكبر، كما قرر ابن عباس رضي الله عنهما خلافا لمنهج الخوارج والتكفيريين والسرورية وإلى آخره. طيب، من النصح لكتاب الله تعالى أن تحفظه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في سنن الترمذي وحسنه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم ما مركت من المجلس ده إلا بيدك فاية. قال: يقال لقارئ القرآن أي يوم القيامة: اقرأ وارتقي. وفي بعض الروايات: اقرأ وارقى أي ارتفع. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وفي بعض الروايات عند آخر آية كنت تقرأها أي في الدنيا. أنت تحفظ، من الأشياء المعينة على الحفظ كثرة التكرار والدعاء، فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وتحب القرآن، الزول اللي بيحب له شيء بيحفظ. هسيت يسلموا عليك 10 أنفار، في واحد فيهم أنت مرتاح له بتحفظ اسمه، الباقيين ما بتحفظه. بعد شهرين يلاقوك: آه كيف فلان تمام، هتسلم عليه باسمه، وديلك ما بتقدر تحفظه لأنه ده أنت صدرك منشرح له. زول بيحب القرآن بيحفظه، بيحب القرآن. بعد ذاك الإنسان يستخدم وسائل الحفظ الأخرى من كثرة الاستماع للقرآن إلى آخره، والنظر في القرآن وفي كتاب الله تعالى. ولرسوله، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى نقلا عن بعض العلماء، قال: النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته صلى الله عليه وسلم، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباتباعه وباقتفاء آثاره صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تتبعه، ما تتخذ لك جماعة ولا حزب ولا طريقة غير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما بدأ تخلي طريق النبي عليه الصلاة والسلام تجيب لك طريق ثاني، هنا طريق فلان جماعتي فلان وحزبي فلان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، وإنما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل مع الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين على قسمين: أئمة دين وهم العلماء وأهل العلم والدعاة إلى الله تعالى، وأئمة المساجد. وأئمة الدنيا معروفون وهم الحكام والأمراء إلى آخره. النصح لأئمة المسلمين بأن تعينهم في الخير، بأن تعينهم في الخير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بأن تعينهم في الخير، والنصح لهم بأن لا تغشهم وأن لا تغتابهم. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأشد أنواع الغيبة غيبة العلماء وغيبة الأمراء، وهم أئمة الدين وأئمة الدنيا. قال: لأن غيبة العلماء فيه عدم ثقة الناس فيهم، وفيه تضييع ما معهم من العلم والشرع. وغيبة الأمراء فيه تضييع ما معهم من الأمر والأمن، فإذا صار الناس يقعون في العلماء
ويستهينون بهم ويقعون في الأمراء ويستهينون بهم، ضاع أخذهم للعلم وسادت الفوضى في الدين، وضاع أخذهم للأمن أو الخوف منهم وسادت الفوضى في البلاد والعباد. هذه من أخطر أنواع الغيبة، غيبة الأمراء وغيبة العلماء. وإنما الواجب نصحهم وتنصحهم سرا. شفت الأمراء تمش لهم سرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لابن أبي عاصم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. مش له براو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، عند ظرفية يعني قدامه، عنده براو قدامه بينك وبينه وما قدام الناس، ما تهتر به قدام الناس، إنما تصدق معه. فإذا قام بالنصيحة فهذا هو المطلوب، وإذا لم يقم بها أو أنك لم تستطع أن تصل إليه وأن تبلغه النصيحة فيكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأنت هنا نهيت أن تغير بيدك، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم أو فمن، وفي الأولى فبلسان، قبلية شنو؟ فبلساني، بعد ذاك شنو؟ فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فمن لم يستطع فبلساني، فمن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. تمشي باللسان تبلغ، ما قدرت تتصل منعوك، بعد ذاك شنو؟ بقلبك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما العلماء فالأمر يختلف، تناصحهم سرا وإن لم يرجعوا تناصحهم على الملأ. عالم من العلماء انت علمت ان الزول ده بقع في خطأ معين تمشي تناصحه سرا، ما تجد شهر به في الملأ. لكن لو العالم ده نفسه وقع في الخطأ في الملأ، ده لابد من تصحيح هذا الخطأ في نفس الملأ، في نفس الملأ. لذلك قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى، قال: لأن خطأ هذا الذي يتكلم في الملأ، قال، يترتب عليه أمران وضرران: ضرر له هو أو عليه هو، وضرر على الذين نشر بينهم الخطأ. فلا يكفي نصحه سرا، ولكن لا بد من البيان شنو؟ في الملأ، في الملأ تناصح في الملأ. النبي عليه الصلاة والسلام في رجل قام خطأ، قال خطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. ذا كلام سمح. قال: ومن يعص الله ورسوله، ومن يعصهما، قال: ومن يعصهما فقد غوى. مفروض يقول: ومن يعص الله ورسوله. قام جمعهم في ضمير واحد، قال: ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت. مباشرة، ما قال ما بال أقوام في دي، ما بال أقوام دي إذا الخطأ بينه وبين نفسه وخاف أن يقع فيه الناس. لأن ذلك الثلاثة اللي وقعوا في خطأ، وقال أحدهم: أما أنا، ما مشى قال للناس أعملوا، قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وفي لفظ: ولا أرقد، إلى آخره. ديل قالوا: ما بال أقوام. لكن الزول القدام الناس قال له: بئس خطيب القوم أنت، قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. عشان كده بيخطأ في الملأ وخطأ الناس بتقع فيه، وبعد ذاك شنو؟ الناس تبين في الملأ، طوالي في الملأ. إما تقول لها: شيخ أنت أخطأت، والصاح كده بأسلوب طيب، أو تقول: يا جماعة فلان أخطأ، ولا صحيح كذا وكذا وكذا، لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. طيب،
ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لعامتهم هذه واضحة، بإعانتهم في الخير، وأن تنصح لهم في التعامل معهم بأن تصدق معهم في البيع وفي الشراء وفي غير ذلك، وأن تعينهم على طاعة الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح لعامة المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. وإنسان إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يصبر. أي. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها أهمية النصيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن مواطن النصيحة خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الفائدة التي بعدها، قال ابن عثيمين: الحث على النصيحة في هذه المواطن الخمسة، قال: لأنها إذا كانت هذه هي الدين فإن الإنسان بلا شك يحافظ على دينه ويتمسك به، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. كذلك من فوائد هذا الحديث تحريم الغش، لأنه ضد النصيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. كذلك من فوائد هذا الحديث أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من النصيحة، من النصيحة. ويكفي في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله توعد الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بالهلاك: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الإنسان ما يخشى في الله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها. ناس رموا القرعة في سفينة، في ناس بقوا في الطابق الفوق وناس في التحت، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا بمن فوقهم فقالوا: لو خرقنا خرقا في نصيبنا ولا نزعج من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ديل التحت ديل قالوا: نحن بدل نزعج الفوق وكل مرة نشيل الدلو ونكركب والنازل نايمين وغيره نجيب فوق نشيل الموية، الشغلة دي ما قريبة بجاي بس نجدها قد بسيط ونشيل موية ونكفلها. قال: فلو تركوهم وما أرادوا، ما نووا وما أرادوا، لهلكوا وهلكوا جميعا، كلهم بيهلكوا، لأنه بعد جدوا سفينة الموية بتدخل ويحصل الغرق ويموتوا جميعا. ولو أخذوا على أيديهم، لا لما في زعاج وأصلوا دل وضع بتاع السفينة وإلى آخره، وطايبوهم ونصحوهم وأرشدوهم لنجوا ونجوا جميعا. عشان كده دائما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا أخي، يكفي في الدعوة إلى الله تعالى أن الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شوف الكرة الأرضية دي فيها كم نفر بيتكلم، تلقى الفنانين يكوركوا أوك يغنوا، فنانات يغنن، السياسيين يتكلموا، سياسيون تجد السياسيين يتكلمون، تجد ناس الكورة تلقاهم يتكلموا، ومشى ووصل خط 18 وإلى آخره، ما فائدة، كلام كثير. تلقى ناس الغيبة يتكلموا، تلقى الناس اللي ما عندهم موضوع يتكلموا، ناس الكورة، ناس الموبايلات، ناس غيره 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 غيره. البشر دي بيتكلموا البيع والشراء والدنيا والجامعات والمدارس. الكرة الأرضية دي كلها الله قال: ومن أحسن، في اللي بيتكلموا ديل كلهم،
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ده أحسن صنف في اللي بيتكلموا ديل كلهم، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل يكفي، وده من أعظم المرغبات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى آخره. تدعو الناس لخير تموت، فاركت الدنيا، والناس يطبقوا الكلام بعدك، يبقوا دعاة إلى الله تعالى وينشروا الخير، وإنت الحسنات ماشى، ما إنت نايم وحسناتك ماشى، إنت في قبرك وحسناتك ماشى. زول تلقى يعبد 90 سنة عبادة بينه وبين الله بس، ما أصلح غيره، ما سعى في إصلاح غيره، يموت الحسنة بتاعت العبادة دي بتاعت 90 سنة حسنات كويسة جدا. واحد عمره 20 سنة 20 سنة ولا 30 سنة 30 سنة يبلغ الدعوة يموت، حسناته تفوت ذاك، لأنه ده بيطبقوها أكثر من 90 سنة وماشية وماشية وماشية.